التحية متجددة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وهكذا يسير شوطنا العشرين الذي خصص بالإبكار، وشوط الختام الذي يسير بهذه الأسماء وهذه الشعارات. نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع المركز الأول، وهنا الظبي لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوك، بينما في المركز الثاني اللي تقدمت هذه هي زرفلة لعلي بن ضاعن بن سعيد المسافري، بينما في المركز الثالث هذه طلة لسيف بن سالم بن شميل الراشدي، بينما في المركز الرابع وجود لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي قادما هنا على رابع المراكز، بينما في المركز الخامس وصلت مسعفة لعبد الله بن راشد بن عبد الله المتفيج الافتبي. هكذا هي النتيجة والنداء، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى الظبي اللي مسيطرة الآن في مقدمة الشوط. وفي المركز الأول حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة في مقدمة الشوط، لكن شوف اللي وصلت رعود قادمة لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام بن حلوكة وبن رشيد في منافسة قوية وشرسة من أجل انتزاع ناموس هذا الشوط. وهذه الظبي مسيطرة وتحركت الآن اللي هي رعود، ولكن الظبي ما شاء الله وتبارك الله، الله الله الله، حمد بن سالم بن حلوكة راح إلى الفوز والسوبر هاتريك والنقطة الثالثة في هذا اليوم. تحية لأهالي الحمرانية، تحية إلى إمارة رأس الخيمة، إلى أهالي السوان، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت اللي هي رعود لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما في المركز الثالث كان الوصول من شعار بن دري اللي قدم لنا مشاهدينا الأعزاء اللي هي الشاهنية، نعم، اللي احتلت المركز الثالث لحمد بن سالم بن دري. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، تهنيتنا والناموس لمالك الظبي حمد بن سالم بن سعيد بن حلوك الذي يتألق بالنقطة الثالثة. التوقيت الزمني 2:10. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذا اليوم. حظ نوفر لمن لا يحالب الحظ في أشواط صباحي هذا اليوم. شكرا لنادي دبي لسباقات إيجن المنظم لهذه المكرمة، شكرا لجميع اللجان. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر الإعلامي، استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.